نفت وزارة الخارجية الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بخصوص موافقة المملكة على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر من جانب إسرائيل. وأكدت الخارجية أن قرار المملكة الذي اتخذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر نهائي وقطعي، وأنه في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني المقبل لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد. مراسلنا مروان عثامنة موجود في منطقة الحدود الأردنية الإسرائيلية في الباقورة والغمر. أهلا بك مروان. أولا يعني هناك حراك إسرائيلي في الأيام الأخيرة مروان لمنع وقف هذين الملحقين، ما هي آخر تطوراته ولماذا يقلق الإسرائيليون من إلغاء الأردن لهذين الملحقين؟ بالفعل شيرين، نشهد حراكا، المنطقة تشهد حراكا. بالأمس كانت هنالك مظاهرة، مخطط أيضا لمظاهرة كبرى يوم الجمعة القريب بمشاركة عدد من السياسيين. كانت رئيس المجلس الإقليمي أطلعنا وأخبرنا أنه كذلك دعا رئيس الحكومة للمشاركة في هذه المظاهرة، لكن رئيس الحكومة اعتذر عن المشاركة. بطبيعة الحال هنا مع اقتراب اللحظة أو مع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق الحدود بين الجانبين الإسرائيلي والأردني في منطقة الباقورة يزداد الحراك، وخاصة أن المزارعين هنا وسكان المستوطنات الزراعية الذين يسكنون هنا ويستغلون المنطقة زراعيا يخشون على مصدر رزقهم وعلى تأثرهم اقتصاديا بالأساس، سيما وأنهم يستخدمون أو يفلحون أكثر من 800 دنم في هذه المنطقة في جزيرة السلام أو منطقة نهرايم حيث ملتقى نهري اليرموك والأردن. هذه استغلال هذه الأراضي أو عدم زراعتها مجددا يمكن أن له يكون له انعكاسات اقتصادية سلبية. بطبيعة الحال أهل المنطقة الاقتصادية، هل هناك أيضا مخاوف أمنية لدى إسرائيل من إخلاء هذه المنطقة عمليا؟ لا، بطبيعة الحال الحدود هنا هي حدود سلام، حدود هادئة جدا، وإن كان ولم تشهد المنطقة على مر 25 عاما أي حادثة تذكر سوى حادثة إطلاق الجندي الأردني النار على عدد من التلميذات المدارس الإسرائيليات والتي كان قد قدم الملك الراحل الحسين لإسرائيل بعدها وقام بالاعتذار شخصيا لأهالي الضحايا. منذ تلك الفترة حتى اليوم وحتى مستقبلا كما يشهد سكان المنطقة فإن الحدود هادئة جدا، لا توجد مخاوف أمنية بطبيعة الحال. ما هو سبب إلغاء الأردن لهذين الملحقين، خاصة أن هناك اعتقاد بأن يعني سياسة إسرائيل تحديدا في مدينة القدس هي التي دفعت عمان العام الماضي إلى اتخاذ هذا القرار؟ بالفعل سكان المنطقة هنا يقولون أمران هما ما دفعا الأردن لإبطال أو عدم تجديد الاتفاقية، خاصة وأن اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل كانت قد تحدثت عن تجديد الاتفاقية بشكل دائم، وعندما تحين الساعة وعندما ينتهي الفترة الأولى بالاتفاقية. هذه الاتفاقية لم توقع ولم تجدد بسبب الإجراءات الإسرائيلية في مسجد الأقصى في القدس، وكذلك السياسة الإسرائيلية أو الحكومة التي انتهجتها الحكومة الإسرائيلية فيما يتعلق بقناة البحرين، القناة الواصلة بين البحر الأبيض والأحمر البحر المتوسط والتي مراد منها توليد الطاقة الكهربائية وإنقاذ البحر الميت وما إلى ذلك. هذه السياستان أو هذه هاتان المسألتان بالتحديد هما برأي السكان ما جعل الأردن يطالب بالمنطقة مجددا، لكن سكان المنطقة أيضا كما أطلعنا رئيس المجلس أن موضوع الغمر بعكس الباقورة ليس منتهي، وأن الأردن كان قد أشكرك مروان على التمديد في هذه العمل بالاتفاقية. مرحلة سنواصل متابعتنا لهذه القضية. أشكرك زميل مروان عثامنة.